الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. جدد ناشطون في صلاح الدين دعوتهم إلى التحقيق في ملفات فساد وشبهات طالت المبالغ التي تسلمتها المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية باسم تنمية ما عرف بتنمية الأقاليم ومخصصات الصحة وعائدات البترودولار. وكانت هيئة النزاهة قد كشفت خلال الأسابيع الماضية عن عمليات شراء مواد وهمية في دائرة صحة صلاح الدين، مبينة أن مجموع المبالغ التي قامت الدائرة بصرفها تصل إلى قرابة 6 مليارات دينار. كما كشفت الهيئة عن ضبط حالة تزوير ومخالفات بقيمة 3 مليارات دينار في ديوان محافظة صلاح الدين ودائرة الصحة في المحافظة بعد القيام بالتحري والتدقيق في عقود تبين أنها وهمية. حذر ناشطون من صراع سياسي على مكاسب المشاريع في محافظة ذي قار، وقالوا إن ما يحصل في الشارع يدفع نحو تدمير مؤسسات الدولة. هذا وقال قائم مقام قضاء الناصرية منير البكاء إن الصراع السياسي ورؤوس الأموال واضح فيما حصل مؤخرا من أجل مكاسب تخص المشاريع بشكل علني، مشيرا إلى أن هذه الأحداث لا يوجد فيها رابح وأن الخسارة ستعم الجميع. أكد عضو اللجنة النزاهة النيابية النائب أحمد طه الربيعي وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز 800 مليون دولار. وقال الربيعي إنه بعد مخاطبة وزارة المالية بشأن ضرورة الكشف عن نتائج اللجان التحقيقية الخاصة بملف ضياع إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي وبيان الأرقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشتبه بهم الذين استحوذوا على الأموال، فإن أجوبة الوزارة تؤكد وجود هذه السرقة. أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض برايان ديز أن الإدارة الأمريكية ستبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه منظمة أوبك وستشاور الكونغرس في هذا الشأن. وقال براين ديز إن هناك عددا من الإجراءات التي تم طرحها ومناقشتها من أجل منح المحاكم الأمريكية الصلاحية للنظر في الدعاوى ضد بلدان أوبك وغيرها من الدول التي تحتكر السوق النفطية واتخاذ إجراءات ضدها. تراجعت الاحتياطات العالمية من العملات الأجنبية بأسرع وتيرة على الإطلاق وسط تدخل البنوك المركزية من الشرق إلى الغرب لدعم عملاتها. ووفقا لبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، فقد انخفضت الاحتياطات بنحو تريليون دولار هذا العام إلى 12 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت في تجميع البيانات في عام 2003. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.